انا عارف اني صار لي يومين تقريبا غايب عنكم، بس زي ما انت شايف عندي برد حساسية يعني، وتعبان شوية ومريض، بس ما علينا. اليوم رجعت لكم بالحلقة الثانية من لعبة محاكي الشرطي، وفي عنا اكثر من مهمة لازم نخلصها. في عنا مهمة بالستيشن بالمحطة، ما بعرف شو هي، وفي عنا مهمة بالموتل او اللي بيكون سكن مؤقت يعني. ما بعرف كيف بدي اوصف لكم. المهم في عنا هذول المهمتين، اليوم راح نشوف ايش هذول المهمتين وايش راح نعمل فيهم. لكن قبل لا نبدا، بلا تنمر رجاءا، ولا تنسى تنزل تحت تشترك في القناه واللايك الاسطوره يا اسطوري. يلا بينا خلينا نبدا بالمحطه ونروح نشوف ايش فيه، ايش اللي صاير بالمحطه وايش راح نعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين وصلنا محطه البنزين. طيب جاز ستيشن روبري، اوكي هوستيج ستيشن روبري، ذا اونر اوف ذا ستيشن. اوكي خلاص عرفت ايش فيه. هي حرامية، انا عرفت شو. سكر الباب، بدك تسكر الباب. ماشي، انا عرفت مين الحرامي. تعال ولا اطلع بالفلوس. مش انت؟ Okay. But wait, where's your backup? Very glad that you came. Oh wait, where's your backup? ليش في كثير ناس ولا بس انا؟ ايش؟ You are the one who called the police. No, انت اللي اتصلت على الشرطة. Someone else did it faster. And I'm glad okay. they did. مش هو اللي اتصل، واحد ثاني. خلاص بتحكي كثير عنا شغل. في حرامية جوا. اوكي. استناني هون، هسه بجيلك والموضوع عندي. اوه هذا ايش هذا؟ وين كل مكان؟ في اثنين حرامية، في واحد جوا المحل وفي واحد ورا المحل. او ماي جاد، كيف راح نفوت؟ خلينا نبلغ. جيب تشيك ذا كار. اوكي ولا سمعت صوته. سلم نفسك. جريت بلا بطيخ. يا ابلع الثاني. اوه ايزي سو ايزي يا حبيبي، ايزي يا معفن، ايزي. ولك شو اعمل فيك انا؟ شو اعمل فيك؟ تسرق محطة البنزين؟ ايه مين انت؟ ايش في؟ I don't know how to thank you. لا تشكريني ولا عبالك، كنت مخطوفة. I'm fine, thanks to you. اوكي سالي اسمها. ولا يهمك يا سالي، ولا يهمك. يلا روحي على بيتك، يلا. خلاص روحي. خلاص. Open the gate so you can sneak around the back of the station. اوكي. واللي يفتح الباب. بمسك. افتح الباب. بمسك. ايش هذا؟ اوتو ريبير. علم بلاقي عندك. اعطيني ايش يفتح في الباب. What do you mean? Was she working today? بدي ايش يفتح في الباب. This girl, this whole man, Sally said he took great care. Yeah, we talk a lot. The front door is operated by the fuse box. It's outside. I can get it to you in just a sec. Very good. Let's try it. روح افتح الفيوز بوكس. تعال. والله كفو. شد رجلك. ما فيش نبلغ عليه. فيوز بوكس. معلم شد رجلك. روح افتح لي الباب، بستناك قدامنا. روح. عدينك. يعني هتوكل قلت. معلم. اوه قتلني. بسم بالله ما حسيبك يا معفن. اوه ايوه وقف لما هنزب انت حبيبي. ايش نعمل؟ ايش اسوي؟
Do you want to use hint? Yes. هذه أحمر خليها هون. خلاص. هيك. Alright. سلم نفسك يا معفن أنت محاصر. سلم نفسك أقسم بالله العظيم لولا إني بس هيك رحمتك ولا كان تعرف كان شقيت وجهك شق. تعال هات إيدك. بدي إيدك. لف إيدك لورا يا معفن. أيوه. أسمع صوتك مرة ثانية بشق وجهك. هي اللي تعمل لي فيها زعيم. I'm not talking to you. I'm up shit creek anyway. ما بدك تحكي معي. ماشي. مين انت؟ Please. Yes. Does that mean it's over? Yes, it's over. خلاص لا تخاف. Oh, apart from isn't خلاص. That right? Yes. I'm all right. Thank you. Okay. خلاص. كله تمام. هات نتأكد من المكان هذا كل شيء تمام. اوكي كله تمام الكمبيوتر تمام. هذا تمام. كل شيء خلاص معلم. محطة البنزين كويسة وما في شيء لا تخاف. اذا صار اي شيء ثاني اتصل علي بس. تعرف رقمي. يلا السلام عليكم. الحمد لله. خلاص. Complete the mission. Continue the mission. خلاص خلصنا المشن. خلاص. تعال نتأكد. Complete the mission. والله ما خلصناها. Keep going. ما خلصنا المهم لسه في ناس. اوكي خلاص الله يستر عليهم يعني خلاص والله ما بعرف ايش هاي الشغلات بس يلا ماشي keep going. خلينا نروح نشوف الموتيل الله يرحمهم. ما بعرف انا شو صاير هون. علم تا انا انت ما بعرف مين اتصل بس اوكي عندي الموضوع معلم. خلاص ناديت الشرطة. واحد فتح الباب. ولي وقف بقول لك is something wrong. يمكن انت اللي خاطفة. yes I'm sorry. مش انت. I just heard that. oh في حد بكح قاعد. ما صوت حدا بيمشي والله. مين سكر هذا الباب؟ ايه هذا مين؟ good evening. انت اللي خطفت؟ مش انت؟ اوكي مين اللي خاطف؟ هذا الباب مسكر. يا ساتر منا. Police, what's the matter? مين اللي خاطف البيت؟ What exactly? They're always yelling. Well, they were loud. مش انت؟ من دخل الحمام مسكر الباب. مش انت؟ يا عم انتوا ايش يا عم جايبيني هنا؟ جايبيني هنا على الفاضي اقسم بالله على الفاضي انتوا بتتسلوا فيه جايبيني ما في شيء الامور طيبة كل شيء كويس هذا المكان مسكر. خلينا ننزل. هذا كلمناه قبل شوي انتوا اثنين كلمناكم. وقف. Yeah, what's going on? Why are you watching in my guests? انت الحرامي. Great. مش انت؟ Lesson for me. I don't know. Okay. مش انت؟ افتح الباب اشوف.
ابي حد هون ما في حد شارجر عجيب طب بعدين يا جماعه ما في شيء فايند ذا سسبكت كيف بدي الاقي قر 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 خلاص طب كيف بدي اعرف مين هو طب انت ولا اطخك افجر راسك تعال 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 معلم well, do you know anything yet? انت متاكد انه مش انت مش هو ما كيف بدي اعرف يعني كيف بدي اعرف انا هلا شو عرفني مين الحرامي فيكم خلاص الحرامي طلع يعترف انت والله شكله انت والله معلم شكله انت يعني مش عارف ليش مش مقتنع انا بصراحة عرف ولا ايش ما بعرف وين راح المسدس اها يس وات از ات ايش كنت تعمل بالليل ببيت الحج مين ايش كنت تعمل What exactly are you asking? ايش كنت تعمل في بيت الحج مين؟ قول لي. امبارح بالليل. Other than some drunk and fooling around, nothing important. ها؟ Yeah? Anything else? شكرا. شكرا معلم شكرا. اعرف ان نلاقيه هذا. طب دور بالحمامات. عامل نظافة. الله مش بعيد يكون عامل نظافة بالاخر هو شو عامل ما بعرف بصراحة علم افتح الباب اللي وراك افتح الباب دخلني افتح الباب افتح الباب كيف بدي الاقي هذا مين هو اصلا ايش بده ايش عامل طب ليش دخلني طيب انا بقول لك خلاني اشتغل شرطي تعال نشوف هون في حد هون في حد هون هذا الباب واحد كان شارب عصير تفاح انت you again. There a problem? Thomas. انت yeah. Yeah, unfortunately, I know who that is. مين توماس he got drunk. ايوه كان شارب عصير I didn't care that much for his talk but you know he made my blood boil اي غرفه بقدر الاقيه room 1 on the first floor he sits there all day i don't think he goes outside هذا room 4 room 3 2 1 يا ابن السكران يا ابن المعفن اسمع ايش فاهم بالعقل انا وياك بدك تنقتل الا بدك تفوت الحبس من الاخر اوكي هي الاولى الثانيه هند احمر ايوه بدنا نلجا للعنف بس ان شاء الله ابلع ابلع يا نوب ابلع يا نوب ما جت فيه ما جت فيه الطلقة ما جت فيه. Oh my god لازم نتخبى. وين اتخبى؟ اتخبى هون. خلص الوقت. لازم. ابلع. اخوان لابس درع هذا ولا ايش لابس؟ ولا؟ ايه روح. بلعنا بلعنا والله بلعنا بلعنا يا اخوان طب كويس ايه كيف بدي اشوف هذا ايوه الحمد لله ما جت فيني تعال يا نوب اقسم بالله لا افقع راسك ما جت فيه ابلع كمان واحد بقي ابلع يا نوب يا نوب صار لي ساعة لفيت عليك المكان كله اعطيني هاي بلغ عليه انه في جثة خلاص مين هاي ايش مالك بتلطمي
آه خلاص ما فيش. توماس كيدنابت يو. وين الباقي طيب؟ عرفت مين هاي؟ دولارات. غرفة مينا. انت يا معفنة. في واحد فيهم قصته مش تمام. تمام. وانا شاكك بهذا صراحة. والله شاكك بهذا. بدي اجي. مين اللي خاطفك؟ مين اللي خاطفك؟ مين اللي خطفها؟ وين رايحة؟ اقعد استنيني هون. اقعدي. خلاص ما بدك تحكي لي من خطفك. الو ما بدك تحكي لي من خطفك. ما بعرف. خلاص احنا لقينا هم اثنين كانوا مخطوفين. اللي فوق انقذناها اوريدي واللي تحت هاي. فخلاص complete the mission, continue the mission, complete the mission. المفروض يعني المفروض انه خلصنا 70%. هون عشان قتلنا المجرم. بس يلا اوكي الحمد لله انه تم اعتقال المجرم الحرامي النصاب الواربيستي. الحمد لله على كل حال. فا اوكي اذا عجبتكم اللعبة اتمنى تكتبوا لي تحت, واذا حابين نكمل فيها كمان اكتبوا لي تحت. لا تنسى الاشتراك في القناة واللايك للصورة. باي باي.